تواصل قيادة خفر السواحل أداء مهامها وواجباتها، وفي مقدمتها تأمين السلامة البحرية وتوعية كافة مرتادي البحر بالإرشادات التي تضمن سلامتهم. كما تعمل قيادة خفر السواحل على تسجيل السفن من أجل تأمينها بالدرجة الأولى. تعمل قيادة خفر السواحل على تأكيد السيطرة البحرية على كافة سواحل مملكة البحرين وحدودها الإقليمية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنظيم وتأمين حركة السفن بما يضمن السلامة البحرية. وفي هذا الإطار، وتنفيذا للقانون رقم 2 لسنة 2018 بشأن قواعد التسجيل والسلامة للسفن الصغيرة، دعت قيادة خفر السواحل أصحاب السفن الصغيرة غير المسجلة والتي تقل حمولتها الإجمالية عن 150 طنا إلى الإسراع بتقديم طلبات تسجيل لدى شعبة التسجيل والترخيص. في مطلع العام صدر قانون رقم 2 لسنة 2018 بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة ليحل محل مرسوم بقانون 20 لسنة 1979. ولعل أبرز المفارقات أن القانون الجديد عرف السفينة أن هي كل وحدة بحرية عائمة تقل حمولتها عن 150 طن أيا كان الغرض من استخدامها. وعلى ذلك وتنفيذا للقانون رقم 2 لسنة 2018، تدعو قيادة خفر السواحل جميع أصحاب السفن الصغيرة الغير مسجلة إلى تسجيلها لدى شعبة التسجيل والترخيص بقيادة خفر السواحل بما في ذلك الزوارق الشراعية والدراجات المائية. وتشمل السفن الواجب تسجيلها القوارب، اليخوت، الدراجات المائية، القوارب الشراعية، العائمات بجميع الأطوال، وهو أمر يهدف بالدرجة الأولى إلى تعزيز منظومة ربط هذه السفن وتأمين حركتها. بخصوص القانون رقم 2 لسنة 2018، نظم عملية تسجيل وترخيص جميع السفن الصغيرة التي تقل حمولتها عن 150 طن، من ضمنها الدراجات المائية. على ملاك الدراجات المائية تقديم طلب التسجيل لضمان ملكيتها في حال فقدان الدراجة المائية وفي حال إثبات ملكيتها، وإحنا راح نقدم لهم خدمة الفحص الفني للدراجة لصلاحياتها للإبحار. وكذلك تتابع قيادة خفر السواحل جهودها في حفظ الأمن والسلامة البحرية باعتبار ذلك جزءا لا يتجزأ من الأمن الشامل والسلامة العامة.